السيدات والسادة الحضور الكرام، برعاية وحضور سيادة الأستاذ محمد الشاع السوداني المحترم رئيس مجلس الوزراء، يتم في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر آذار العام 2023 توقيع مذكرة تعاون مع شركة سيمنز الألمانية للطاقة، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 23070 في 31/1/2023. سيتم توقيع المجموعة الأولى من العقود للمشاريع المدرجة ضمن الأسبقية الأولى لمذكرة مبادئ التعاون، تتضمن هذه العقود أعمال التأهيل والخدمة الشاملة متعدد سنوات لمحطات كركوك الرشيد وسط الغازية بواقع 3 عقود. يتفضل بالتوقيع الجانب العراقي السيد علي أحمد مدير عام إنتاج الوسط لمحطتي الرشيد وصدر الغازية. يتفضل بالتوقيع عن جانب شركة سيمنز للطاقة السيد ديتيمار سوليمر دروفر الإقليمي الشرق الأوسط. يتفضل.